ستعقد اليوم قمة بريكس 14 كريم برئاسة الصين وبمشاركة أيضا الصين، روسيا، أفريقيا، جنوب أفريقيا، الهند والبرازيل. ومن أبرز المواضيع التي ستناقشها هذه القمة طبعا هي سبل التعاون بين هذه البلاد الخمسة، وأيضا وسيلة أو إيجاد سبل للتخلص من الدولار. صحيح، دعونا نحكي في البداية ما هي بريكس. بريكس هي تكتل من هذه الدول: جنوب أفريقيا، الهند، الصين والبرازيل وروسيا. هذه الدول تضم تقريبا ربع اقتصاد العالم وحجم كبير من عدد السكان، أيضا 40% من سكان الكرة الأرضية، فبالتالي هي دول مهمة واقتصادات قوية وكبيرة. تسعى هذه القمة تحديدا 14 بالنسبة لبريكس لحقبة جديدة، أو ما وصفوه بحقبة جديدة علا، في أنه تكتلات مختلفة والبعد عن الجانب الغربي من الكرة الأرضية وسيطرته، وما يعني الولايات المتحدة وسيطرتها بكل ما لديها، سواء على مستوى الدولار أو على مستوى الاقتصاد أو على مستوى التحكم في السياسات العالمية. وسيناقش أيضا ستناقش الدول الأعضاء إنشاء عملة احتياطية تكون مرتبطة بصلة عملات دول البريكس. هل هذا يعني ممكن كريم؟ ممكن، ما ليه مش ممكن؟ ما يعني مفيش حاجة مش ممكنة. التخلص يعني ربما تخلص جزء من الدولار، ولكن التخلص وإنشاء عملة احتياطية يعني مستقلة تماما من الدولار، سوف تكون يعني هناك بعض المصاعب والمطبات. لو نظرنا لهذا الموضوع من جهات مختلفة ومتعددة، فإننا سوف نشاهد أنه في بعض الدول فكت ارتباطها بالدولار بالفعل، مثل سويسرا، وما زال الفرنك السويسري بيتعامل مثل الدولار تقريبا بنفس القيمة. ولو نظرنا إلى أنه الصين كيف تتعامل باليوان الصيني، وبعض الدول بتتحدث روسيا أيضا. روسيا كأن الرئيس الروسي يمهد لجعل الروبل العملة العالمية. فهناك عموما اتجاه بشكل ما لاستقلالية بعض الشيء عن الدولار وعن الارتباط بالدولار. هل هذا سهل؟ بطبيعة الحال ليس سهلا، ولكن في الآخر هو ممكن لو يعني أصرت هذه الدول وأقرت أن تقوم بذلك، فربما يكون هذا ممكنا في الفترة المقبلة. أهمية هذه القمة بطبيعة الحال هو زي ما تحدثنا تشكيل جبهة مضادة للجبهة الغربية. دعينا نتابع ماذا قال بوتين قبل هذه القمة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة البريكس: حجم التداول التجاري للاتحاد الروسي مع دول الخمسة في بريكس ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 38% لتصل إلى 45 مليار دولار. من المهم أنه على الرغم من كل المشاكل والصعوبات، فإن دوائر الأعمال في دول البريكس تعمل باستمرار على توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والمالية والاستثمار. وهكذا ارتفع حجم التبادل التجاري للاتحاد الروسي مع دول الخمسة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 38% لتصل إلى 45 مليار دولار.